يلا طلاب عيني، محاضرة الويف يعني تماضيها يمكن بالسادس. الويفز الموجات، كل هاي الأجهزة الطبية من سونار من MRI من المفرس الرنين، زين هاي كلها تستخدم بها الموجات. اوكي، الموجة شنو هي الموجة؟ هي وسيلة لنقل الطاقة. يعني a wave is oscillation accompanied by a transfer of energy that travel through medium. تنتقل خلال الوسط from one point to another، من نقطة إلى أخرى. هناك نوعين من الموجات، الميكانيكية والكهرومغناطيسية. سؤال الكويز مال المحاضرة السابقة كان زين، الميكانيكية ترى تدخل بالأجهزة الطبية مثل الموجة الصوتية اللي بالسونار أو بالدوبلر، هاي كلها موجات صوتية ميكانيكية. والإلكترومغناطيك ويف الموجات الكهرو المغناطيسية، كلها تستخدم من بدايتها لنهايتها تستخدم بالأجهزة الطبية. هسه نجي ناخذها عن الميكانيكال، انتم ما مطالبين بيها الموجات الصوتية. شفت البارحة مالتكم منهج، الموجة الصوتية ما داخلة، يعني بس كتجربة كنظري واستخدامها بالسماعة الطبيب استيثوسكوب أو بالسونار أو بالهاي ما مطالبين بها. شنو مطالبين؟ بالإلكترومغناطيك ويف والأشعة السينية، هاي الأشعة التقليدية اللي ياخذوها. شنو الموجات نمشي عليها على السريع لأنه يعني معلومات عامة تدرون بها. الميكانيكال ويف هي تحتاج إلى وسط مادي لانتقالها مثل الموجة الصوتية. Second main type اللي هي الإلكترومغناطيك ويف الموجات الكهرومغناطيسية، ما تحتاج do not require medium، ما تحتاج وسط مادي. شلون تنتقل؟ through vacuum خلال الفراغ. Instead they consist of periodic oscillations of electrical، السراويلكم تتألف من مجالين كهربائي ومغناطيسي متعامدين على بعضهم. زين هنا أقول لك what is difference between mechanical what is type of mechanical wave، ما هي أنواع الموجات الميكانيكية؟ حتقول لي هناك نوعين من الموجات الميكانيكية اللي هي موجة مستعرضة وموجة طولية transverse waves و longitudinal wave. زين أجيب سؤال، what is the difference between transverse waves and longitudinal wave؟ ما هي الفرق بين الموجة المستعرضة والموجة الطولية؟ أي ما أدري صف خامس صف سادس ماخذي، شنو الفرق؟ الموجة المستعرضة إيش بيها؟ باع من الرسم، اختاريت لك هذا الرسم من الإنترنت حتى يصير واضح. على اليمنى موجة ميكانيكية، على اليسرى موجة طولية. شنو الفرق بيناتهن؟ أنتوا هسه تشوفوهن، شنو الفرق؟ طلاب 45 طالب ما أدري إيش قد، شنو الموجة المستعرضة؟ يحتاجون تحت منو اللي يحتاج وسط مادي؟ بس سمعوني طلاب، ستين طالب وينكم؟ محمد فراس طلاب، زهراء وينك؟ ده سمعوني لا؟ نعم دكتورة نسمع. أحس دا حكي وحدي، وينكم؟ باع الترانسفيرس ويف سووها أربع نقاط فروقات، ده مثلا تجيكم ام سي كيو أو فراغات. الموجة المستعرضة هذه الموجة على اليمنى بالرسم موجود، إش بي فيبريت آت رايت أنجل، تهتز بزاوية عمودية to the direction of the wave، على اتجاه انتشار الموجة. هاي يعني زاوية عمودية على اتجاه هذا المستقيم اتجاه انتشار الموجة. بينما الموجة الطولية cause the medium to vibrate parallel، تنتشر بصورة بشكل متوازي موازي لاتجاه انتشار الموجة، ماكو زاوية عمودية 90 درجة. أوكي، النقطة 2، الموجة المستعرضة تتألف من كريست يعني قمم وقعور،
كريست ترى يعني كريست يعني قمم، والقعور من جوه روف، بينما اللونجيتيودينال ويف الفرق الثاني تتألف من الكومبريشن اند ريفراكشن، يعني تضاغطات وتخلخلات. زين، الفرق الثالث الموجة المستعرضة بها القمة، the crest is the highest point of the wave، هي أعلى نقطة من الموجة، بينما التروف هي أوطأ نقطة من الموجة. يعني القمة أعلى نقطة قمة، والقعر هي أوطأ نقطة، هاي القعر. أوكي، بينما التضاغطات باللونجيتيودنال شبيهة، التخلخلات الريفراكشن is the farthest distance apart in the longitudinal wave، هي أبعد نقطة، هاي long refraction. والcompression التضاغطات هي أقرب closest distance together. الفرق الرابع الطول الموجي، شنو طول موجي؟ شنو طول موجي طلاب؟ طول موجي للموجة شنو يعني؟ المسافة بين منو منو؟ طلاب مو تعرفون تروحون تنامون، وقتوا وياكم. تبارك. لا 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 لا، طلاب باعوني، بس باعوني. الطول الموجي، ماكو طالب يقول لي الفرق المسافة بين كريست وتروف قمة وقعر، لا هذا مو طول موجي نهائيا. باع طلاب وياي، الطول الموجي بين تو كريست، بين قمتين أو بين قعرين، هاي يسموها طول موجي. أوكي، إذا شو أقول؟ the wavelength of a wave is فراغ. أجيب لك for MCQ. The distance between two crest. لو the distance between crest and truth. الفرق بين قمتين. تخليها ببالك. هاي تصعد وياك. ما أدري للخامس للمعرف. هاي موجودة. الطول الموجي ترى حياته موجودة بالرسم. زين، هاي بالنسبة للموجات المستعرضة. الموجة الطولية المسافة بين من؟ المسافة بين تضاغطين حياته، أو المسافة بين تخلخلين. أو أجيب لك what is the difference between wavelength for a transverse wave and longitudinal wave، شو الفرق بين طول موجي الموجة المستعرضة والطول موجي الموجة الطولية؟ تقول لي بالمستعرضة الفرق المسافة بين قمتين أو بين قعرين. دير بالكم، مال يقول لي بين كريست وتروف، لا غلط، هذه موها. زين، السعة شنو؟ من يقول لي سعة الموجة؟ هاي مصطلحات الموجات. احنا أخذنا مصطلحات الثيرموديناميك اللي هي تيمبريتشر والفوليوم والبريشر. مصطلحات الموجات شن هي؟ wavelength والamplitude والفريكوانسي، سناخذها التردد، والطاقة. هاي أربع مصطلحات تستخدم بالويف، لازم يعني تفرق بيناتهم لكم، هي حتى معلومات لأنه ترى تسألون عليها. زين، الامبليتيود، من يقول لي امبليتيود شنو؟ الفرق بين القمة والقعر. لا، الامبليتيود هي اعلى نقطة للكريست من خط طول خط الانتشار، اعلى قمة، هذا الكريست القمة، اعلى نقطة المسافة بين اعلى نقطة الى طول خط الانتشار، هاي السعة. هاي سعة، يعني احتمال اكو مرات تجي القمة هالشكل صغيرة، يسموها سعة الموجة صغيرة. زين زين، السعة بالموجة الطولية تكون الحلقات هاي تكون اصغر. اذا فهمنا شنو الامبليتيود؟ الامبليتيود هي المسافة، the distance from the، هي اعلى نقطة from the، أعلى نقطة للقمة إلى الخط انتشار الموجة، يسموها amplitude. أوكي، أنا واضح هذا الرسم، أوضح رسم لقيته بالإنترنت، هذا كلهن أكو بيهم مأشرين بها amplitude والwave. فأنت تأشر على المحاضرة أنه wavelength مهم، مصطلح موجة، والamplitude دائما يتكرر عندك بالمحاضرات الwave.
نجي على الموجات الكهرومغناطيسية اللي هي ضمن منهجكم ضرورية. الموجة الكهرومغناطيسية شنو هي؟ Light is a part of continuous electromagnetic spectrum. هو طيف كهرومغناطيسي. زين منو يعدد لي هسه الموجة الكهرومغناطيسية من شنو تتكون؟ أنا هنا كاتبتها لكم، ما يحتاج تعددوا لي. بس شلون؟ أكو عبارة كنا ناخذها تذكروها، ما أدري تذكروها لا، إحنا بوقتنا كانوا كنا ناخذها، إنه را تا ميم فا سين غا غا شنو يعني راديوية تحت الحمراء مرئية. هاي أريدها بالتسلسل عفوا، يعني من حتحفظوها ما أريدها عشوائية الموجات. ليش؟ باعوا هنا من الرسم، هاي الموجة الراديوية وراها يجي تحت الحمراء. أنا موجود ضمن الشرح الصوتي همادين شارحة على هالشي، هذا تحت الحمراء. زين مرئية الفيزيبل الترا فيوليت فوق بنفسجية الاكس راي سينية. زين وهنا الجاما مثلا يجي سؤال، أطول طول موجي بالموجات الكهرومغناطيسية فراغ شنو هو؟ Longest wavelength of electromagnetic wave is فراغ. شو تقول لي؟ نعم الراديوية دكتورة. أحسنتي. ليش؟ لأن إحنا قلنا طول الموج المسافة بين أعلى قمتين أو أوطأ قعرين، هاي طول موجي. فإذا طول موجي الكبير وين يصير؟ بالراديوية، باوع أشعة جاما طول الموجي مالتش قدوته. زين هسه افتهمنا الwavelength، نجي على التردد. التردد يتناسب عكسي ويا طول الموجي، مو يعني هسه التردد مال الراديوية أكبر لو التردد مال جاما. مال جاما دكتورة لأنه أقل، يعني يتناسب عكسي ويا طول الموجي. زين إذا التردد كبير، إذا التردد كبير مال جاما يعني طاقتها شبيهة همتين كبيرة كبيرة، فيكون استخدام أشعة جاما بالطبيا يكون أكبر أكثر من الموجة الراديوية. ليش؟ يجي سؤال، ليش استخدام الموج أشعة جاما بالأجهزة الطبية يعني من ناحية الطبية أكثر من الموجة الراديوية؟ بسبب ترددها العالي، طاقتها العالية، طول موجي قصير. كنا قبل ننطي هذه حفظ التدريجات، ما أريدها منكم بس أريد تركز لي منو الأطول طول موجي أو منو الأقصر طول موجي. أنا أدوخك بالامتحان، ما أنطيها لك دايركت لأن ندري open book. أوكي أنا على مودكم، تحفظوها تفهموها من الرسم وتحفظوها، ما أريد قدامك الكتاب لأن ترى يعني هي إلك، هي الفائدة لكم. زين الكترومغناطيك ويف هي موجة مستعرضة. زين هي الموجة المستعرضة مو خصائص الموجة الميكانيكية، بس الموجة الكهرومغناطيسية هي موجة مستعرضة، يعني شنو؟ تتألف من قمم وقعور. الموجة الزرقاء اللي تشوفوها هي مجال كهربائي، أنا ما أريد أدخل وياكم شنو مجال كهربائي ومغناطيسي، حمشي ما مطالبين بي. They do not require any medium to travel through، يعني ما تحتاج إلى وسط مادي لانتقالها، تنتقل وين؟ بالفراغ. زين طلاب بيكم دي يسجلون حضور وما يدخلون للميت، ف يعني رجاء ادخلوا للميت لان اكو حضور ثاني بالميت. زين هنا احنا اشرنا هناك بالرسم المصطلحات الضروريه بالمحاضره. الويف هي شنو؟ ويف لينث والامبليتيود. هسه ايش حتاشر لي بعد بخط احمر؟ هاي المعادله، سرعه الضوء هي طول الموجي في التردد. إذا التردد، مصطلح التردد، شنو التردد؟ يتناسب عكسي ويا الطول الموجي. وعندنا مصطلح الطاقة، الطاقة الموجة. إذا الطاقة هي ثابت بلانك في التردد،
حسب معادلة بلانك، تذكروها أخذناها بالمحاضرة الهيت يمكن. إذن الطاقة نعوض بالتردد سي على لامدا، إذن هاي المعادلة النهائية سي على لامدا. هاي الثوابت ما أريدكم تحفظوها، أنا أنطيها لكم. أكو شارت لاخ، يعني كارت ثاني للويف لينكث والتردد، باوعنا نفس الرسم السابق بالضبط، بس هنا الراديوية من اليسار، هناك الراديوية كان من اليمين، هذا من اليمين. تريد تحفظ هذا تريد تحفظ ذاك ما عندي مشكلة، بس شنو أنت من حفظت الراديوية المسافة بين القمتين كبيرة، تردد صغير للراديوية، جاما بالعكس عكس راديوية. إذا أقول لك what is the difference between gamma ray and radio wave، شو الفرق بين الأشعة جاما والموجة الراديوية؟ تقول الموجة الراديوية طولها الموج كبير ترددها قليل، بينما جاما ترددها كبير طولها الموج قصير. هاي أريدكم يعني تصيرون بارعين بها، تفتهموها يعني تعرفوها، هذا منو أكبر هذا منو الأصغر، زين؟ ومن الرسم واضحة، خليت لكم رسمة، أنا تريد هذا تريد القبلة. نجي على الموجة الراديوية. الموجة الراديوية اللي هي أول موجة بالموجات الكهرومغناطيسية، شبيها الموجة الراديوية، هي تمتلك طول موجي أطول من الموجات الكهرومغناطيسية وتردد قليل. زين، أريدك تحفظ لي هاي وصفها بالنسبة للطول والتردد، وأريدك تحفظ لي تطبيق كل موجة، أريدك تحفظ لي ترددها وطولها الموجي بالنسبة لبقية الموجات، أشرها يمك، وأريدك تحفظ لي تطبيقاتها بالطب، استخداماتها used in medicine. أوكي، أجيب لك راديو ويف used in medicine to produce when to فراغ، شن وين؟ أكو بها تعالج الألم، أكو بها تعالج المفاصل، أكو موجات تعالج الأمراض المستعصية هالشكل. أريدك تحفظ لي الراديو ويف أول ميزة بها، ليش خليتها لك فقرات دشوفها هاي الدوائر الصغيرة، حتى شنو ما أريد أسويها لك فقرة كبيرة والدوخ، زين؟ إذن الراديو ويف هاب لونجست، لها طول موجي كبير ترددها قصير. إذن وين تستخدم مثل هيك موجة بسيطة؟ تستخدم to produce image of soft tissue بالأنسجة وفلويد بالفات and bone مثل بالMRI الرنين المغناطيسي، زين؟ أجهزة الرنين. بعد المايكروويف، زين المايكروويف موجود ضمن خط الخط الموجود بالرسم، شنو مايكروويف؟ المايكروويف ما موجود ضمن الخط هذا، ما موجود، لو تباعون هذا عندنا عندي هنا وايت بورد يمكن خلنا نستخدمه. زين، المايكروويف باعوا طلاب، هي شلون عندنا الأشعة تحت الحمراء بيها اللي بيها تحت الحمراء القريبة والبعيدة، مو عندنا هالشكل. المايكروويف لما يكون الطول الموجي الموجة الراديوية، الموجة الراديو 30 سنتيمتر طول هالموجي، يعني المسافة بين قمتين 30 سنتيم، يسموها ما يسموه راديو، يسموه مايكروويف. أوكي، يكون ترددها أعلى من الراديوية، أعلى من الراديوية، هي موجة راديوية طولها الموجي لما يكون بين القمتين أو بين القعرين 30 سنتيمتر، سنتيمتر أقل من 30 سنتيمتر، يسموها مايكروويف. وين تستخدم المايكروويف الموجة الراديوية؟ مايكروويف are used in
medicine. تستخدم بالميديسن for when for hyperthermia therapy في معالجة ارتفاع الحرارة. هاي تأشرها يمك. And microwave ablation used in treatment of liver tumor في أورام الكبد. يعني ما يحتاجون تردد كبير هنا، يحتاجون تردد صغير مثل تردد المايكروويف، فيستخدمون في علاج ورم الكبد المايكروويف. بعد مايكروويف دايثيرمي يوزد ان بين مانجمنت، يستخدم في معالجة الآلام بالجسم. بعد وين يستخدم؟ يستخدم بالترانزيورثرال مايكروويف يوزد ان تريتمنت اوف لور يورناري تراكت سيندروم، في متزامنة المسالك البولية سيندروم، متلازمة اليوريناري تراكت يعني المسالك البولية لور، في معالجتها من هي المايكروويف. يعني ما يحتاجون هنا أشعة ترددها عالي، يحتاجون أشعة ترددها قليل مثل مايكروويف حتى معالجة هاي المعالجة بالهيومن بادي اللي هاي الهايبرثيرميا ثيرابي. هاي واحد. اثنين of liver، يعني أقول لك the type of wave، نوع الموجة that can be used، اللي يمكن أن تستخدم in medicine for treatment pain، لمعالجة الألم فراغ أو MCQ. أجيب لك راديو ويف لو مايكرو لو انفراريد، قولي المايكرو. زين الانفراريد، شبيه الانفراريد طول هالموجي. أسألك طول هالموجي أكبر لو أصغر من الراديوية؟ الأشعة تحت الحمراء طلاب، ممكن تعيدين دكتورة؟ طلاب the wavelength of infrared is largest than فراغ. الطول الموجي هاي أريدها ضرورية، طول الموجي للأشعة تحت الحمراء هي أطول من منه. أحسنتي، يعني يعني ترددها يكون شبيه أقل. لا اسمعوني طلاب، بس طلعوا طلعوا الشارت، باعوا الإنفراريد ترددها بالنسبة إلى الموجة الراديوية. بس إحنا شنو أخذنا لحد الآن؟ لا تروحون على الفيزيبل، إحنا هسه دا نمشي على بعض. حطوا قدامكم الحروف راء من اليمين، أبدو راء تا ميم، شنو يعني رتم؟ خلي صغير، يعني شنو الراء راديوية، التاء تحت الحمراء، الميم مرئية. هاي رتم، هاي كلمة السر بيني وبينكم، هاي تحفظوها. رتم تكتبها راء راديوية، تاء تحت الحمراء، ميم مرئية. نجي على المقطع الثاني، فيزيك. فيزيك شنو فيزيك؟ الفاء فوق بنفسجية، السين سينية، الج جاما. هذه شبيهة مشيت بها من اليمنى لليسرى، عندك مقطعين رتم وفيزيك. شنو هاي؟ الراديوية أقل تردد من بقية الموجات. تجي بالسرة، التحت الحمراء ترددها أقل من المرئية لكن ترددها أعلى من الراديوية. زين والمرئية أريدك هيك من واحد يسأل رأساً تجاوب. المرئية على هاي المقطعين، المرئية شنو؟ المرئية ترددها شبيه على المقطع، ترددها أعلى من تحت الحمراء بس شنو؟ أقل من فوق البنفسجية. هيك دا نمشي، واضح؟ إلى أن توصل بالأخير جاما، ترددها أعلى من الموجات كلها، طاقتها أعلى، استخداماتها بالطب أكثر، لأن نفاذها بالجسم طاقتها أعلى، نفاذها بالجسم يصير أكبر. أوكي؟ وتجي تعكس من التردد الطول الموجي، لأن الطول الموجي يتناسب عكسي. أوكي؟ تحفظها، اضبطها لها حتى شن هو من تسألون بيها، يعني عيب ما يعرفها طالب كلية صيدلة،
ما يعرف الأطوال الموجية والتردد مال الموجات الكهرومغناطيسية. زين، هسه نحكي على الانفراريد التحت الحمراء، وين وصلنا على المقطع اللي طيته لكم. رتم ارتا هي تحت الحمراء، يعني شنو؟ ترددها أعلى من الراديوية، ترددها أعلى من الراديوية، لكن ترددها أقل من المرئية. على الكلمتين نطيتها، واضح طلاب؟ كتبتوا المقطعين رتم فيزيك. نعم طلاب كتبتوها رتم فيزيك، راديوية تحت الحمراء ميم. هاي المقطعين سرية بيني وبينكم. افتهمتوني؟ أنا هنا نسد أدور القلم، أقول أخاف تتخربط عندي الأمور نوب يروح البي دي اف. زهراء كتبتوها طلاب؟ وين أثير اليوم؟ نعم دكتورة، يعني كتبتوها. اي مقطعين رتم وفيزيك، الراديوية أقل تردد لكن طول الموج كبير، حتى ارسم فوقها هالقعرين كبار، القمتين كبيرة، يعني طول الموج كبير فوق هاي المقطعين اللي كتبتهن، حتى تعرف انه الراديوية اطول طول موج من البقية لكن ترددها قليل. تجي على تحت الحمراء، ترددها اعلى من الراديوية. لا شوفوا انتم ايش تصورون تحت الحمراء، ترددها عالي كلش عالي، لا ترددها اعلى بس من الراديوية. أوكي، طول هالموج قصير. عندك المرئية، ترى ترددها أعلى من تحت الحمراء المرئية. أنت امشي على هاي الكلمتين السرية. أوكي زين. الانفراريد الأشعة تحت الحمراء are sometimes classified near infrared or far، يعني أكو بها قريبة وبعيدة. زين، تصنف إلى هالشي infrared waves between radio wave and visible. بس أنت من المقطع اللي طيتها إليك يقول لك rhythm. زين between يعني تحت الحمراء بين الراديوية والمرئية، صحيح. with high energy طاقتها عالية than microwave and lower than visible. أوكي لدوخ من الكلمة السرية. أوكي، infrared imaging وين تستخدم in medicine for oncology, vascular disorder, respiratory disorders، يعني وين يستخدم تحت الحمراء؟ يستخدم بالأنكولوجي الأورام، شوية تردد أعلى من المايكروويف، فيصير تطبيقاتها شوية أصعب بالطب. ليش؟ لأنه طاقتها شوية تكون أعلى من المايكروويف، إحنا دا ندرج بالطاقة. أوكي، أنكولوجي بالأورام، vascular disorder بالاضطرابات الأوعية الدموية، respiratory disorder بالاضطرابات الجهاز التنفسي skeletal، بالأمراض بالجراحة and tissue viability. أوكي بالأنسجة أيضا. إننا neuromuscular diseases، هاي neuromuscular diseases وين يستخدم؟ بالأمراض العصبية أو العضلية. زين، الضوء المرئي، أقول لك رأساً الضوء المرئي، أي حتى إذا يسألك أي أستاذ أو يعني يسألك أي سائل أنت مثلاً بكلية أو كذا، مفروض تعرفها لهاي الأمور. أدري بيكم امتحان أوبن بوك وحتكتب المقطعين وتعرف هذا المرئي منه والراديوية منه، لكن زحمة إذا تسألك يعني أي سائل ما تعرف. أوكي، هسا الفيزيبل لايت الضوء المرئي ترددها، ثاني أسألكم ترددها شبيه عن تحت الحمراء؟ The frequency of visible light is far than infrared. التردد الضوء المرئي شبيه عن تحت الحمراء؟ أكبر. أحسنتي، منو هاي فراقد؟ سجا. سجا، أحسنتي سجا جاسم. طلاب وين البقية؟ 49 شاركوا. أوكي زين. نعم
أنا حقوم أقوم من أنا أصحي باسم الطالب وهو يحكي لي. أنا على مودكم visible light المرئي ترددها شبيه ترددها أعلى من تحت الحمراء. أنتم مو تشوفون تحت حمراء حمراء عبالكم ترددها عالي. هذه أنتم على الرسم اللي قلت لكم امشوا عليها أو على المقطعين. المرئي هو ترددها أعلى من الحمراء من تحت الحمراء، يعني شنو؟ طول هالموجي أقل. زين أنا أقول أنتوا احفظوا على التردد بعدين أقلبوا الطول الموجي، أوكي؟ يعني مو تحفظون طول موجي والتردد ويصير هوسة هذا أطول ذاك أقصر، لا، احفظوا المخطط مالكم ثبتوه على التردد. اللي يريد يثبت على التردد ويقلب الطول الموجي، اللي يريد يثبت على الطول الموجي يقلب على التردد براحتكم. Visible light, this is the range of wavelength. هاي ما ريد تحفظها لي هاي الترددات. ألو، نعم دكتور. عليكم السلام، أهلا دكتور، شلون صحتكم؟ دكتور بس من رخصة لا بس من رخصتك عندي محاضرة. أوكي، تخلص محاضرة واتصل بكم. وشغلة ضرورية يعني حضرتك دكتور؟ لا؟ ها أوكي. ها أنا محاضرتي إن شاء الله 10:10 هيك أخلص. إن شاء الله، شكراً، عفواً، دل العين، نلو بيك. طلاب منو فاتح مايك؟ أغلقوا المايك. يلا هسه واضح حائطكم المحاضرة باعوا. الفيزيبل لايت الضوء المرئي، هاي النقاط مدى ما أريدها من عندكم. العفو الأطوال الموجية والجو التردد، هاي بس دا أوضح لكم إنه you can see different wavelength as color. باعوا الضوء الراديوي بفرع، الضوء الموجة الراديوية ماكو بها فرع يسموها مايكروويف، أوكي. الإنفراريد بها فرعين near والفار، فهمتوها؟ الفيزيبل لايت بها شن هو؟ الضوء الأزرق بلو has shortest، وبه الضوء الأحمر in the longest موجود بالرسم هذا السابق. هذا الضوء المرئي بنفسجي والأزرق والأخضر، هاي كلها بها في تفرعات الضوء المرئي. هذني كلهن ترددهن أعلى من الإنفراريد، لكن بتدرج مثلاً الأزرق طول الموجي أقل من الأحمر لكن تردده أعلى. هالشكل حيصير. زين هاي كلها حتى موضحيها لكم بال ما توسعت بي، أنا أخذت لكم الضوء المرئي بشكل عام، أوكي؟ ما أخذت هاي التدريجات الأزرق والأحمر والهاي. أنتوا أضبطوا هاي احتمال مستقبلاً تأخذون التدرجات البقية. زين تطبيقها بالطب، application of visible light in medicine، تطبيقات الضوء المرئي بالطب. اشو صورتوا 47 طلاب، وين بقي؟ مو جبتوا 61؟ احمد وعد ويانا، احمد راح، احمد وعد موجود. طلاب عيني، اقول لك مثلا سؤال، what is the procedure of endoscope، ما هو عمل الناظور؟ وياي؟ نعم دكتورة. نعم. What is the procedure؟ ما هو عمل الناظور؟ باعوا الاندوسكوب أنا شرحتها لكم يمكن بست أسطر، ما طولتها وياكم. زين الاندوسكوب a number of instruments are used for viewing internal body cavities، يعني هو عدد من الأدوات، أدوات تستخدم وين؟ لرؤية viewing internal body cavities، لرؤية التجاويف الجسم الداخلية. An endoscopy اللي الناظور procedure involve in inserting، من يش يتألف من long
flexible tube يعني أنبوب مرن طويل. down your throat يعني يدخلوا بالحلق. and into your esophagus خلال المريء. اتني كاميرا توضع كاميرا صغيرة on the end of the endoscope في نهاية الأنبوب في نهاية الناظور. أكو كاميرا يستخدم بها هذا الضوء المرئي. Okay, let's your doctor examine اللي تسمح للطبيب لفحص your esophagus المريء stomach and the beginning of your small intestine duodenum يعني المريء المعدة الاثني عشري. هاي كلها اللي يستخدم بها الناظور لرؤية التجاويف في الجسم الداخلية. يا ضوء يا موجة نستخدم بها الضوء المرئي. أوكي ما نستخدم بها تحت الحمراء. ليش ما نستخدم بها تحت الحمراء؟ ليش ما لأن ترددها أقل من المرئي. المرئي ترددها أعلى يصير وضوح بالصورة أكثر. أوكي السيتوسكوبي ناظور المثانة. ناظور مثلا هنا قلنا عليها سؤال يجي مثلا What is the procedure of endoscope أو ما هي What is the part of endoscope ما هي أجزاء الناظور أو What is the wave that can be used ما هي الموجة اللي يمكن أن تستخدم بالناظور. أوكي السيتوسكوبي يعني ناظور المثانة. It may be recommended if you are getting pain blood in your urine يعني أي أعراض يصاب بها ال patient من blood in urine أو pain ألم بالمثانة يسووا له فحص باستخدام السيتوسكوبي اللي يستخدم بها الضوء المرئي. وما أقدر أستخدم بها أشعة تحت الحمراء مثل ما قلت لكم لأن تردد الأشعة تحت الحمراء قليل ترددها قليل فيكون طاقتها قليلة الصورة مو واضحة تكون زين مو مثل ضوء المرئي زين. البرونكوسكوب اللي هو ناظور القصبات الهوائية باوة هنا يدخلوا من خلال الأنف مو من خلال الحلق مثل الاندوسكوب. Are used for examine the air passage into lungs. يستخدم لفحص مرور الهواء داخل القصبات الهوائية. الفوق البنفسجية طبعا هنا نقالبها عليكم بالكتاب. البنفيشيال تلقيه ساعة يحكي على الهوم فول ساعة يحكي على البوي ويرد ينقلبها من هناك على جمعتها لكم بهالنقطتين البنفيشيال باوع الالترافيوليت. خلينا نجي بالبدايه انت كتبت المقطعين رتم فيزيك مو الفوق البنفسجيه هسه ترددها شبيه الفوق البس خلي اطفي هذا اخف صوت ما واضح يصير صوتي لحظه طلاب الأشعة فوق البنس أريد من الطلاب يجاوبوني البقية يعني عندنا هنا أنا شو بالله هنا أنا كم طالب عندنا الباوة يلا عندنا هسه آية جلال معي الأشعة فوق البنفسجية ألترا فيوليت ترددها شبيهة عن المرئية أقل أو أوطأ طلاب جعفر على دكتورة أي أحسنتي ترددها أعلى من المرئية الفوق البنفسجية ترددها أعلى من المرئية يعني طول هالموجة ديقل يعني المسافة بين القمتين مال الموجة ديقل أقل من المرئية زين Have the next shortest wavelength after visible light
يعني إلها طول موجي أقل من المرئية. هسه أريد what is the beneficial of UV، ما هي الفوائد الأشعة الفوق البنفسجية؟ فوائدها كتبتها لكم نقاط، يعني بعد شو تريدون يعني beneficial فصلتها عن الهارمفول وسويتها لكم نقطتين للفوائد، لكن ثلاث نقاط للمساوئ. فوائد الأشعة فوق البنفسجية اللي هي light from the sun، وين نشوفها؟ بالضوء الشمسي، بالضوء من الشمس. is the conversion of molecular protein products in the skin into vitamin D. إذن فوائدها هي من يتعرض الجسم لفترة محدودة من الزمن، أنا ما أقول عرضوا نفسكم إلى ساعات، هم ترى هي مؤذية، لكن لفترة محددة من الزمن ينطينا فيتامين دي. أوكي، يوفي بطول هالموجي 290 نانومتر، طول هالموجي 290 حدد هنا، شو تسوي؟ kill the germ and used to sterilize medical instruments، يعني تقتل الجراثيم، kill germ تقتل الجراثيم، هاي فوائدها. تعرض الجسم فترة محدودة، تحول الأشعة الجزيئات بال the skin لما يتعرض يحوله إلى فيتامين دي، يكسب الجسم فيتامين. بعد فوائدها تستخدم في قتل الجراثيم وتستخدم في sterilize medical instruments، يعني تستخدم في تعقيم الأدوات الطبية. زين، the harmful effect of UV، المساوئ هاي الموجة شبيهة، مساوئها كثيرة، إذا التعامل مع هاي الموجة يكون يعني بتقيد، مو يعني يعني شلون حيصير هنا؟ اولا light can produce sunburn، الحروق بالجلد، as well as the tan skin، يسبب يعني خلينا نقول مثل الجلد يصير حر محروق، شلون يسموه tan skin. زين، ثانيا solar UV light is also cause of skin cancer in human، يسبب أمراض سرطانية بالجسم، because it is very well absorbed، لأنه يمتص، لأن طاقتها عالية، طاقتها أعلى من المرئية والتحت الحمراء والراديوية. إذن هنا كل مدى نتقدم بالموجات الكهرومغناطيسية كل مدى تكون مخاطرها كثيرة، ويكون نتعامل وياها بالتقان مو باعتباط. ليش؟ لأنه الموجات هنا دا يزداد طاقتها، دا يزداد ترددها، يسبب أذيتها بالجسم تصير أكثر، لكن استخداماتها أيضا بشكل محدود المفروض. يعني هسه هنا يقول النقطة 2 solar UV light is also cause of skin cancer in human. ليش؟ أجيب لك سؤال، what why UV light cause skin cancer in human؟ تقولي because it is very well absorbed، امتصاصها بشكل كبير. أو مثلا أجيب لك سؤال، why ultraviolet absorbed very well in human body، ليش تمتص بشكل كبير بالhuman body؟ تقولي because its energy high، طاقتها عالية، its frequency high، حتى لو سويالي بنقاط طولها الموجي قليل، ترددها عالي، طاقتها عالية، شي صغير it can be absorbed by the DNA in the cells، يمكن أن تمتص بشكل بسهولة من خلال الـ DNA بالخلايا. أوكي، نقطة 3 الأترافيوليت ray have also been implicated in the formation of cataract، تسبب يعني رؤية من تلاحظ الشمس فترة طويلة تسبب اهتمام cataracts clouding ضبابية of the lens بالعدسة inside the eye داخل العين. أوكي، هاي مساوئها.
What is the harmful of UV؟ ما هي مساوئها؟ أو أجيب لك فراغات. The harmful of UV فراغ. Okay. لتجنب المساوئ هاي الأشعة شو نسوي؟ Which is the main cause of sunburn؟ Sunscreen lotion، أكو واقيات شمسية خاصة في فصل الصيف. Are transparent to visible light but absorb، اللي شو تسوي؟ تنفذ الضوء المرئي لكن تمتص الأشعة فوق البنفسجية، تمتصها هاي الواقيات فتحافظ الجسم من هاي الأشعة. Most of the UV light from the sun is absorbed by ozone، يعني طبقة الأوزون ده تمتص طبقة هاي الأشعة الـ UV visible، لهذا أي ثقوب أو أي شيء يحصل بهاي الطبقة يسبب أذية، يعني يسبب أمراض، كانسر، skin cancer. أوكي، هسه أقدر أجيب هنا شنو هذا السؤال؟ هنا يجي على هذا الرسم، شنو هذا الرسم؟ لاحظ وياي هذا المربع الأبيض معناتها قطعة من الجلد أبيض. أوكي، هنا whiter skin، جلد أبيض، وهاي المربع البني يعني شنو؟ darker the skin، يعني البشرة السمراء. أوكي، والبشرة البيضاء منو تعرض، منو اللي يكون يتأثر بالأشعة فوق البنفسجية أكثر؟ هل الجلد البشرة البيضاء أو البشرة السمراء؟ منو يقول لي؟ البيضاء. أحسنتي، ليش؟ باع السهم هذا يعني كشرح بالمنهج ما عندكم رسم، أنا جيت بالإنترنت موجود هذا واضح، يعني شبيه السهنا شي يقول؟ السهم اللي داخل للبشرة البيضاء باع السهم عريض كبير، يعني اكتسب امتص الجسم هاي الموج الأشعة فوق البنفسجية. زين اش صار؟ باع السهم اللي خارج من البشرة البيضاء من هاي المربع الأبيض كبير، بمعنى يصل إلى النسيج بصورة كبيرة. Can reach to the tissue is large، يوصل إلى يعني أعمق نقطة من النسيج هاي الأشعة فوق البنفسجي، بينما لاحظ البشرة السمراء لما يتعرض إلى الأشعة فوق البنفسجية نفس السهم عرضة هنا شو راح يصير؟ باوع خروجه من البشرة أو يصل إلى جزء بسيط منه إلى داخل النسيج إلى داخل الجلد. ليش؟ لأن امتص الجلد نسبة كبيرة من هاي امتص هاي الأشعة، فوصوله إلى النسيج يكون قليل. لاحظ البشرة البيضاء امتصته بشكل قليل، وصوله بشكل كبير أكبر من البشرة. إذن نجي على الرسم، شي يقول ألترا فيوليت راديشن كان باس ثرو سكين تو ديبر تيشيو، يمكن أن يمتص من خلال الجلد إلى أعمق نقطة. شلون؟ What effect do you think؟ شنو اعتقادك تأثير هذه الأشعة على لون الجلد؟ يعني is the color of the skin effect؟ هل لون الجلد يأثر على الامتصاص الأشعة؟ تقولي نعم. شلون؟ حسب أنت فهمك هسه للرسم اشرح لي. يقول هنا أنا باعوا هذا تحت الرسم، شي يقول the darker the skin، يعني البشرة البنية خلينا نقول أو السمراء، the more ultraviolet radiation is absorbed، يمتص نسبة عالية بالجلد يمتصه زين يوصل للنسيج شنو؟ and less can reach into deeper soft tissue، ويصل إلى النسيج less can reach، قليل يوصل إلى النسيج، بينما تقول لي بالwhiter the skin يمتص بشكل قليل، يعني عكس هذا الحكي كله. أقول بل whiter the skin، شو نقول؟ the whiter the skin the less ultraviolet radiation is absorbed، يعني يمتص نسبة قليلة، and the more can reach into deeper soft tissue. okay. okay. الأشعة السينية
هسه أريد يجابوني واحد من الولد الإكس راي طلاب وياي الإكس راي ترددها أعلى لو الفوق البنفسجية. طلاب الإكس راي من التردد أعلى؟ مال الإكس راي البنفسجية يكون تردد مالتها أعلى، لكن الطول الموجي مالتها يكون أقصر من الإكس راي. التردد ليه لا الإكس راي؟ العكس. أي نعم بعرف. طلاب أنتوا كتبتوا وياي المقطعين رتم فيزيك كتبتوا؟ نعم دكتورة. طلاب كلكم تجاوبوني أريد. محمد فراس مو تفتحون الميت تنامون تروحون. طلاب نعم دكتور أحسن. على موتكم غدير هسه. زين أريد نور الهدى هاشم مو تريدون درجات شاركوا ويانا بالمحاضرة أوكي. هاي كلها أنتوا أساميكم أنا يمي أذكرها اللي يشارك. طلاب ماكو البقية ذو الفقار وينك؟ رافي رافي ايش بيه الاشعة السينية؟ الله جاوبني. الاشعة السينية ترددها اعلى لو الفوق البنفسجية؟ التردد مال الاكس راي مش مال الاشعة السينية. ايش بيها؟ اعلى. احسنت. اوكي وياي طلاب اقولكم شغلة بالنسبة للامتحان اسا بعدين نرجع الامتحان اوكي، لان احتمال يعني متابعتي وياكم بالفاينل انا حبتعد بعد انتوا اريدكم انتوا بعد يعني من المد هواية تعلمتوا شغلات. هسه بعدين نرجع لهاي الشغلات الإلكترونية أوكي. خلينا نرجع هنا الإكس راي الأشعة السينية لها طول موجي is the range from هاي ما أريد هذا بس شنو هو أنت تكتب يمها بصيغتك شي يقول إنه الأشعة السينية ترددها أعلى من فراغ من فوق البنفسجية. يعني مرات شو أقول the wavelength of X-ray is farther than ultraviolet, but its frequency is larger is lowest than فراغ. هالشكل. ترى أدوخك بها، احفظها، احفظوها وضبطوها، افهموها من الرسم، من المقطعين اللي انطيتها لكم، وش اسمه؟ تجاوبوني على السؤال بسهولة. يقول هذا العالم ويليام رونتجن بالبداية جرب الأشعة، هاي الأشعة العادية التقليدية ماكو، جربها على إيد his wife على إيد زوجته، شاف الأشعة السينية إنه أكو هناك تظهر صورة وفيلم، وبهذا صار اكتشافه للأشعة السينية. يعني أنا ما تعمقت بالاكتشاف، يعني مو ضروري الإلكترون. زين بال 1885 جيرمان فيزيست ويليام رونتجن ديسكفرد الكترومغناطيك اند فاوند ذات كود بينتريت ثرو سكن، لاحظ انه يمكن ان تخترق من خلال الجسم زين اند سوفت تيشو تو اليمينيت، حتى يلاحظ اليمينيت مشاهده ذا انر ستراكشر اوف ذا بودي التركيب الداخلي للجسم. زين X-ray have become one of the most important diagnostic tool in medicine. يعني هسه أقدر أجيب لك سؤال شقول X-ray ضرورية is the most why the X-ray is the most important diagnostic tool in the medicine. لماذا الأشعة السينية هي الأداة الضرورية بالطب؟ يعني من الموجي نعم طول الموجي قصير فراح تكون ترددها أعلى وطاقتها أكبر. أها أحسنتي. مثل ما قلت لكم كل ما نتقدم بالموجات كل ما يكون أهميتها أكبر بالطب. لاحظوا هسا أكثر البيشنت استخدامهم لفحصهم بالإكس راي يصير أكثر من الإندوسكوب والسيتوسكوب. يعني أيام هسا خاصة الأمراض الجهاز التنفسي والكذا أكثر شيء استخدامهم للإكس راي. ليش ترددها أعلى؟ امتصاصها بالجسم أكبر.
طاقتها أعلى. زين، مو مثل الضوء المرئي أو اللي يستخدم بالأجهزة الناظور أو المايكروويف أو أوكي. زين، الفوق البنفسجية قلنا ما تستخدم بالأجهزة، يستخدم وين؟ بالتعقيم. أحسنتي. أوكي، الإكس راي برودكشن. إذن هنا نقول why it's important diagnostic tool in medicine. نقول they have shorter wavelengths، طول الموج قليل of electromagnetic can't penetrate through the body. إذن وإذا طول الموج قصير شلون تقدر تخترق الجسم؟ تقول لي لأن طاقتها عالية، ترددها عالي، والتردد يتناسب عكسي مع طول الموج. إذن هنا رايد من عندنا، يعني شفته أني حتى انه يريد من عندي انطيكم شنو البرودكشن، انتاج الاشعه السينيه. فاختصرتها لكم باربع نقاط، ويعني شنو الغايه انه تعرفون على الجهاز هاي. بعد هو المنهجكم هذا، انه الاكس راي برودكشن من يش يتالف. اعطيتكم هذا الرسم نصا بالكتاب مالتكم موجود. شي يقول هو اولا سورس اوف الكترونز اوف الى اذا هاو كان برودوس اكس راي أو فراغ. X-ray produced by فراغ، أنت تختار لوحدة من ذني. شن هي؟ أولاً source of electrons filament or cathode، هذا ماكو filament أو cathode مصدر للإلكترونات. هذا باوع هنا مصدر الجهد، high voltage source. لما تنتقل الإلكترون من الموجب للسالب لح يجي يصطدم وين؟ بالفيلامنت، بهذا الكاثود. هذا هنا انحصرت الإلكترونات. إذن شنو اللي أحتاج أولاً؟ سورس، مصدر للكاثود. هذا هاي أولاً، تخلي على الرسم رقم واحد هاي أولاً. ثانياً شنو أحتاج؟ evacuated tube، يعني انبوب. هذا الانبوب ماكو، هذا انبوب مفرغ. ثالثا شنو احتاج؟ هاي فولتج سورس تو اكسلريت ذا نيجاتيف الكترونز، احتاج الى مصدر جهد عالي. لهذا مصدر جهد عالي اللي هو شنو؟ هو بطاريه. اوكي، اللي شنو هو حتى يعطينا الكترونات؟ مو اجيب لي بطاريه عاديه ام الواحد ونص فولت، أجيبها مصدر جهد عالي يعطيني إلكترونات عالية. زين، رابعاً أتارجت الهدف اللي هذا هو الهدف، هذا المحدب. شنو هذا؟ أور أنود. تريد تكتب لي فيلامنت أو كاثود؟ تريد تكتب لي هنا أنود أو تارجت؟ نفس الشيء. Which the electrons track to produce X-ray. إذن هاي أربع نقاط كيف تنتج الأشعة السينية، وهذا رسمكم مهم موجود بالكتاب. إذن مصدر لإنتاج الأشعة الإلكترونات، ثانيا كاثود، ثالثا أنود، رابعا أنبوبة مفرغة. زين، for medical purpose target is made of tungsten which has very high multiple. زين، إذن سؤال هنا يجيك، اكتب سؤال يمك. How can produce، كيف أن ننتج more efficiency X-ray or more efficiency X-ray؟ سؤال، كيف يمكن أن ننتج أشعة سينية كفاءتها عالية؟ أو ما أجيب هيك سؤال، أو مثلا فراغ، أو صح وغلط. سؤال يمك، اكتب على المحاضرة. كيف يمكن أن نزيد كفاءة الأشعة السينية؟ هناك نقطتين حتى نزيد كفاءة الأشعة السينية. أولاً، التارجت is made of tungsten، يعني مادة الأنود. التارجت الأنود إيش بي يمكن أن يصنع؟ من مادة التنجستن. ليش؟ لأنه انصهار، نقطة انصهارها عالية، يعني إيش قد ما تسخن ما تموع، انصهارها عالية، تتحمل حرارة،
يجي حالش لح تنتج لي الاكس راي تكون بشكل كبير، كفاءتها عالية. بعد شنو؟ ثانيا ان higher the atomic number z of the target. يعني شنو العدد الذري للهدف؟ العدد الذري للأنود شبيه أن يكون كبير، وإذا صار عدد ذري كبير الإلكترونات من تصطدم بعدد بالعدد الذري الذرات الكبيرة تنتج لي أشعة سينية كبيرة. هيك حالش صار زادت الكفاءة الأشعة السينية. إذا نقطتين مهمة حتى تكون أشعة سينية، يعني هذا الجهاز هنا أنا والله ما كشف لي أشعة سينية مضبوطة، ليش؟ شنو السبب؟ لأن مادة الهدف ما مصنوعة من تنجستن. ثانيا العدد الذري مالتها قليل، مثلا هذا الجهاز كفاءته عالية نطاني أشعة سينية كفاءتها عالية صورتها واضحة، ليش؟ سببيا لأن مادة الهدف أو التارجت أو الأنود عددها الذري عالي، ثانيا مصنوعة من مادة التنجستن. طلاب باعوني أنا هذه الإكس راي سبيكترا طيف الأشعة السينية، يعني أقروها مذكور نصا لكم بالمنهج المفروض موجود، يعني مفروض الفيزياء الطبية ياخذوها زين، فأنا حشرحها بشكل سريع أنتوا حفظوا يعني افتهموها، اعطيتكم رسومات من الرسومات افتهم. هاي الإلكترونات اللي خرجت من الكاثود ماكو واصطدمت بالتارجت بالهدف زين، كل الإلكترونات مسارها واحد حتروح على النواة مال الذرة مالت الهدف؟ لا، اللي راحت للنواة لحت تميل بمسارها ايش تطينا؟ تطينا بريمس تراه لونج او تطينا، هذا عالم هناك اكتشفها قال يابا الإلكترونات اللي تنطلق من الكاثود وتصطدم بنواة ذرة الأنود حسميها باسمي بريمس سترالونج، أو سميها براكينج راديشن، أو يسميها الأشعة البيضاء، أو الأشعة اللي هناك الإلكترونات اصطدمت تصطدم الإلكترون الموجود بالغلاف كي وراح الإلكترون من اصطدمت هاي الإلكترونات اللي جاية من الكاثود أوكي اصطدمت بالهدف. الهدف شنو بي؟ ذرات. الذرات شنو تتألف من إيش؟ إلكترونات ونواة زين. الإلكترون اللي إجا من المادة الكاثود اصطدم بهاي الذرة كلها حتروح للنواة، اللي راحت للنواة وانطتني الأشعة بيضاء حسب العالم اللي اسمه بريمس سترالونج وسماها باسمه. أكو إلكترونات تنتج من الكاثود اصطدمت بالإلكترون المدار الأول كي وزحفت عن مكانه خلت بمكانه فجوة زين. إذا نزل إلكترون من إل إلى كي يبعث أشعة سينية يسموها كي ألفا. إذا نزل إلكترون من أم إلى كي يبعث أشعة سينية يسموها كي بيتا، وخلاص انتهى الموضوع. أقول لك مثلا سؤال كي ألفا إز ناتج مين؟ كي ألفا ناتج مين؟ كي ألفا ناتج مين؟ اصطدام الإلكترون بذرة التارجت هاي رح تقول لي هاي الفقرة كلها sometimes fast electrons trick K electron تصطدم بالK in a target atom and knock it out، يعني توخرة الزحفة للإلكترون من الK. هذا الإلكترون هذا باع القتل عليها كلها الM على الK والL على الK، رأسا الزحف راح
هذا كله بجهاز الإكس راي مالتنا اللي دا يصير هذا الشيء. زين، فالزحف هذا الإلكترون موجود بالكي، طب ما يبقى فجوة، أكو الإلكترون موجود بالمدار مال ال، إذا نزل للكي يبعث لي أشعة سينية يسموها كي ألفا، إذا نزل الإلكترون من مدار أم إلى كي يبعث لي أشعة سينية يسموها كي بيتا. هسه أنا حسأل سؤال، أو ما أجيب السؤال how إكس راي ويرك، أقول شنو هاي المناطق البيضاء والسوداء اللي تظهر بالأشعة مالتي؟ بس أنا حسألكم سؤال، شنو السبب الوايت هنا المساحات المضيئة بالأشعة، شنو سببها؟ هل هي امتصاص الإكس راي لو نفاد الإكس راي وصارت بيضاء؟ يعني هو البون بيصير عندي هنا أبيض دائما حتى القفص الصدري، لما ناخذ الأشعة للقفص الصدري البون القفص الرئة سودة ده تظهر عندي بالأشعة مو، والعظم ده يبين أبيض. ليش العظم أبيض؟ هنا ما نبدأ الأشعة لأنه يكون الامتصاصية تكون أكثر. أحسنتي أحسنتي آيات، الامتصاص عالي نفاذها الأشعة السينية قليل فيصير بأبيض، وإذا أكو بعض الخلل أو التهاب أو كذا يبين أكو يعني مظلمة، منطقة مظلمة على هذا العظم. ليش؟ نفذت من خلال الأشعة، يكون امتصاصه قليل للأشعة إذا كانت هناك إصابة أو كسر بهذا العظم. أوكي يبين عندي بالأشعة. أوكي بس الإيد السليمة تبين بيضة، ليش؟ لأن امتصاصها يكون كبير نفاذها قليل للأشعة السينية. إذا a small amount of ionizing radiation is passed through the body، تمر خلال الجسم. الكالسيوم بالبون، الكالسيوم بالعظم block the passage، يوقف مرور الأشعة. So healthy bone show is white or green، يبين بيضة أو تبين رصاصية حسب كفاءة الجهاز. إذا كفاءة عالية يبين أبيض، إذا or green. So healthy lungs appear black، والhealthy الرئة الصحية تبين مظلمة. لكن إذا كان هناك التهاب والكذا بالعكس تبين بيضة عكس العظم. Okay the doctor can diagnose a problem in area that they will, wouldn't be able to see using oral or، وإذا تكون الصورة غير واضحة ينطوا oral أو injectable، يعني يحقنون البيشنت بعض السوليوشن حتى تبين الصورة واضحة إذا كانت هناك بعض الكلاودينج بالبيكتشر. أوكي الفكرة من هذا القبل السؤال إنه وين يصير الامتصاصية وليش أكو مساحة بيضة أو مساحة مظلمة؟ يعني إحراج إذا طالب صيدلة ما يعرف هاي الأشعة اللي تظهر شنو الـ مواصفاتها، ليش هيك تصير؟ Where can I record it؟ إذا جتنا سؤال مسألة أنتوا عندكم هذا القانون اللمدة يساوي HC على EV، أوكي هذا مين جاي؟ جاي من الطاقة يساوي HC على لمدة. الـ EV إلكترون فولت الموجودة بالمقام كلها هي طاقة، إي هي نفسها جول بس هاي وحداتها أكبر من الجول إلكترون فولت. إذا إجتكم مسألة طلاب اطلعوا عليها، أوكي احتمال يجيكم فرع مسألة وهاي مسألة مهمة. الجاما راي ترددها أعلى لو الراديو؟ طلاب الراديو دكتور، طلاب اسمعوني، التردد أعلى الجاما لو الراديو؟ اي الجاما دكتور، جاما. أحسنتي الجاما راي هي ترددها أعلى من الراديوية. أوكي ولهذا يكون استخدامها باعوا بأجهزة صارت هالشكل. أنا حمشي عليها هالشكل، يعني
highest energy هي أعلى طاقة للجاما. جاما راي used in medicine. وين تستخدم الجاما راي بالميديسن؟ in the positron emission tomography. يعني شنو؟ بالPET. أكو جهاز يسموه ال positron emission, الانبعاث البوزيتروني PET. يعني بعض ال patient ما تظهر الصورة واضحة بالMRI, يقول له روح أخذ PET. شنو هذا PET؟ الجاما راي. ليش صورة واضحة للجاما راي مو مثل الMRI؟ لأن الجاما راي طاقته أعلى من الMRI. شو استخدمنا بي يا موجة؟ طلاب الMRI شو استخدمنا بي يا موجة؟ مو حكينا بالبداية؟ راديوية؟ أحسنتي. طاقة الجاما راي أعلى من الراديوية, فشو تصير الصورة واضحة. الـ PET Positron Emission Tomography, وطبعا هذا الجهاز بـ PET بـ يعني بجوانب يعني أحلى من الـ MRI, أحسن يعني. ذاك المغناطيس الكبير والكذا يأثر على الـ Human Body, هذا ما به هيك شيء, وطاقته أعلى للجاما, يصير الصورة هالشكل. وين يستخدم؟ In neurologic diseases such as Alzheimer and multiple sclerosis effectiveness treatment. إذن وين يستخدم؟ بالألزهايمر. أوكي, جاما راي كان تشيك هاو فار. أيضاً بالأمراض الكانسر. إشبهنا الجاما راي أمتد باي راديو. أول شيء ننطي للمريض مستحضر صيدلي, ننطي راديو فارماسيوتيكال, هذا المصطلح ماكو, راديو فارماسيوتيكال ننطي للبيشنت. من نطينا للبيشنت يقول له أقعد ربع ساعة بعدين نصيحك. ورا ربع ساعة شو يصير به هذا جسم الإنسان؟ يقوم يشع فوتونات هذا جسم المريض النايمة على السدية. أوكي, النايمة شو نقول له؟ ذرادي. ثانيا سويت لكم فقرات, شو يصير؟ نقول لك هاو كان جاما راي بروسيجر, كيف يمكن أن تستخدم جهاز الجاما راي؟ شلون؟ أولاً لحتطي مستحضر صيدلي مشع للمريض, بعدين نقول له الراديشن emitted by the radionuclide may be detected from outside the body. تكون النايمة هنا على التيبل, شو نقول له بعدين؟ نسويها لك نقاط, بعدين نقول له نوجه عليه جهاز الجاما كاميرا. ايش لح تقوم تشفط باوع هاي مثل قمع هنا, قمع هذا 1 2 3 4, شو يسوي؟ يسحب الفوتونات, يقوم يلتقط كوليميتد, يعني يجمع الأشعة اللي انبعثت من الجسم وين يجمعها؟ بالكمبيوتر. هذا عمل جهاز الجاما كاميرا. لما نجمع هاي الكوليميتد, جمع هاي الأشعة اللي تنبعث من الجسم وين تروح؟ شلون انبعثت من الجسم؟ تأثير المستحضر الصيدلي اللي أخذها البيشنت, يوديه للكمبيوتر يشكله بشكل إيماج. جاما كاميرا كونفيرت لحتحول الفوتونات المنبعثة emitted by radio nuclide in the patient into light pulse, إلى نبضة ضوئية, and subsequently وبالأخير شي يسوي into voltage signal, إلى إشارة فولتية تحوله للحاسوب, سوي لصورة. أوكي, يعني سويها 3 نقاط هي بس. يقول لك ما هو عمل الجاما كاميرا؟ حتقول لي أولا حتى صغر, تريد الصغير للنقاط, تقول لي من خلال الراديو فارماسيوتيكال in the patient. ثانيا شو يسوي ان راديشن من خلال ايماجينج ديفايس كاما جاما كاميرا, من خلال جهاز التصوير جاما كاميرا. شو يسوي النقطه الثالثه مهمه, جاما كاميرا كونفرت, تحول الفوتونات اللي جايه من الجسم من خلال مين؟ هاي الكوليميت, ماكو هاي القمع مثل القمع, راح يجمع
collimate يجمع الفوتونات from the patient to the computer ويحولها إلى voltage signal ويعطيني الصورة مالتي. أوكي طلاب، هاي radiation therapy مطلوبة منكم، اطلعوا عليها. أنا أقول لك اطلع عليها. أوكي موجودة ضمن منهجكم اللي هي radiation therapy، بالنص نعطيني أنطيها لكم. اطلع عليها شلون تعالج الإشعاع، المعالجة الإشعاعية المن لمرض الكانسر. أهم نقطة عندي هاي النقطة 3، السيطرة على الجرعات. السيطرة على الجرعات can be used therapeutically في معالجة الكانسر. يكون راديوم أو كوبالت 60 is implanted، يعني تزرع قريب من ال cancerous growth، قريب من النمو هذا المرض. وبعدين بال careful by careful should be placement، إزاحة of the radioactive material والسيطرة على الجرعة أهم شيء. يقول الأمل is to destroy، الأمل في إزالة هذا المرض بدون أي damage of healthy tissue. هاي إذا راد منك radiation therapy تذكر لي النقطة 3. طلاب هي محاضرة طويلة لكن مهمة. منو عنده سؤال؟ إذا ما عندكم سؤال معناته ما فاهمين المحاضرة. طلاب وينكم؟ طلاب 46 طالب وينكم؟ والبقية ماكو. تقولوا درجاتنا قليلة وما أعرف شنو، أنا أحكي ولا ما أدري. نعم. رحمة الله. وياي؟ نعم. هو يمكن خارج المحاضرة بس أوكي. على الإندوسكوبي إنه ليش يكون المريض نايم على inside the body، يعني شنو السبب إنه تكون الأشعة ما تتنفذ من يكون على الجانب إنه يكون نايم؟ مات الناظور أقصد. إي بالناظور صحيح، يكون مستلقي على الجانب وتنأخذ الصورة صحيح. هنا تكون التجاويف مثل تكون مفتوحة مو مغلقة، من نايم من يكون نايم على ظهره تكون مغلقة الأنابيب أو كذا ضغط، هم إلى علاقة بهالشي هذا. أنا صراحة يعني ما داخلة بهيجي وماخذة ناظر لها، بس يعني هي كعلمية مبينة أنه احتمال تكون مفتوحة التجاويف هنا، أو ما مطالبين بي أنتو هالأسئلة بس كمعلومات. أوكي تمام دكتور شكرا. عفوا. منو بعد؟ دانيا. دانيا ويانا؟ حنان حسين موجودة؟ طيبة سعد عندكم سؤال؟ نعم دكتور عندكم سؤال؟ كرار شوف اليوم ساكت. أي والله دكتورة شوي مريض. ها عندكم سؤال؟ لا شكرا دكتورة إن شاء الله خلاص. نرجس قصي طلاب عندكم سؤال لو لا؟ افتهمتوا المحاضرة؟ محاضرة مهمة؟ أو شنو بعد؟ إذا ما عندكم سؤال ده انتقل للإلكتروني شوية أقول لكم على شغلات تخلوها ملاحظات يمكم، لأن احتمال آني ما أتى يعني بالفاينل يعني يصير لود علي وما لحق أجاوب هذا ولا حق أجاوب ذاك، فأنتوا خلوها ملاحظة يمكم مهمة وضرورية حتى لا تصير إجابتك ميست مفقودة. شو تسوي؟ صعد السهم وتسوي مارك آز دان حقنا أن تظهر يم اسمك تم التسليم، يعني معناتها أنه تظهر عند الأستاذ سلمت. ويا ريت تلتزمون بالوقت، اللي يتجاوز على الوقت يعتبر راسب. زين اذا لحقنا انطيكم المحاضره الفيزياء البصريه انطيها لكم، اذا ما لحقنا ها هنا نتوقف. زين انا طلاب عندكم سؤال؟ نور الهدى، هاشم، مريم، ميسم،
وينكم؟ عندكم سؤال ولا أروح؟ لا دكتور ما عندنا سؤال عشان تيدي. أوكي يلا مع السلامة عيني الطلاب، شوفكم بخير، صحة وسلامة إن شاء الله، مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة.